بيت الهنا. الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. في الاول بنبارك لكل اللي جابوا اطفال في اليومين ليل، وبنبارك لهم اذا كانوا اولاد او بنات، المهم ربنا يخلف عليهم دائما ويديهم الصحه والعافيه، وان شاء الله يا ربي يكونوا اولاد صالحين. اختيار الاسم من الحاجات المهمه جدا في البدايه، اذا كان قبل عمليه الولاده او اذا بعد الولاده، ومعرفة النوع بالتأكيد إذا كان قبل ولا بعد برضو لها تأثير. لكن الاسم في السودان مرتبط بالجد، مرتبط بالجدة، ومرتبط إذا إحنا شايفين الموضة حسي موجودة شنو. ممكن تكون في بعض الخلافات في اختيار الاسم لدى الطفل، هنتكلم عن الموضوع ده ونشوف تأثيراته النفسية بالنسبة للطفل وهو صغير وحتى لما يكبر. أهلا بكم ومرحب بضيفنا اللي هيشرفنا، دكتور ياسر محمد موسى، وهو مختص في التأهيل النفسي والاجتماعي. أهلا ومرحب بكم. بيت الهنا. اهلا بكم مشاهدينا، واهلا بضيفنا اللي شرفنا في صالون بيت الهنا، دكتور ياسر محمد موسى، اخصائي التاهيل النفسي والاجتماعي. اهلا ومرحبا بك دكتور، شرفتنا في بيت الهنا. اهلا بك. اهلا بك. في الاول لما نتكلم بانه في مجتمعنا السوداني عنده كده شويه حاجاته الخاصه ب يعني تسميه الطفل، الحاجات الموجوده اجتماعيا شنو اكثر شيء ثقافيا وتقليديا خلينا نقول؟ هو طبعا في ما قبل الاسم في التوقع نفسه. بمجرد ما الام حملت حبلت، و زمان كان التوقع بيبقى في بيت او ولد، ولو بيت تبتدي لسته من الاسماء تجهز. كان بيكون في صراع ناعم خفيف حول الاسماء يعني. فكل كل كل طرف عايز الاسماء اللي عندها صله بثقافته وبأسرته. يمكن بالتطور الطبي وتغيرت بعض، فبقى مفهوم ومعروف لدينا انه الجاي هو ولد او الجايه هي بنت. ومن هنا بيبقى في اعداد اكثر تركيزا، والاستعداد لاسم الطفل بقى قبل الطفل بكثير. هي طبعا يعني نهت التوقع الجميل اللي كان زمان في انه ولد او بنت، والفرحه نفسها كانت لانه الجاي ما معروف شنو. فالفرحه كانت، عشان كده الاسم بيكون له معنى خاص. هسه الاسم صار عنده دلالات وفق التطور ذاته. ما صار الاسم القديم الزمان. يعني زمان الناس كان بتسمي مثلا، انا اسمي على امي الله يرحمها، ده يقول لك والله انا ابويا اسمي على جده على ابوه على الحاجات دي اكثر حاجه. وانا سميته على فلان فانا طالبك خروف، يعني زمان من الحاجات اللي يقول لك زمان كان بتتعامل، فده كان كتقليد اكثر. ايوه، التطور ده سلب مننا شويه من عاداتنا لحد ما سلب حاجة بتتعلق بالمتعة نفسها في التسمية. أيوة. وطبعا المجتمع مليان الحقيقة باستقبال طفل. اللي هو استقبال طفل له علاقة بالزوجين. اللي هو علاقة بالزوجين. طيب نمشي الاستطلاع، نشوف الاستطلاع اللي احنا جريناه في الأول، هل يتم اختيار الطفل بناء على قرار مشترك ما بين الزوجين؟ نشوف الزوجين بيقولوا شنو. تفضل. نعم، دائما يفترض انه يتم اسم الطفل في قرار مشترك بين الزوج والزوجة. في الاول طبعا اذا كان المولود الاول ممكن يشتركوا عليه الاثنين، اتفقوا على الاسم، بيكون في اختيار في الحته زي دي الاثنين بيناتهم الاثنين، خاصه في الشهور اللي قبل الولاده، فهم بيحاولوا يتفقوا على اسم. اذا كانت بنت يقول لها مثلا تكون فلانه، واذا كانت ولد هي تقول له مثلا يكون فلان، فبالتالي وصلوا الاثنين لقرار مشترك. تقول له خلاص انا بفوض لك الامر، اذا طلع ولد انت سميه على راحتك، اذا طلعت من البيت انا بقوم بسميه. فبالتالي الاشتراكيه في حته زي دي يعني انه تديه الخيار انه هو يسمي، او هو يديها الخيار انها هي تسمي. نشكركم ونتمنى لكم ان شاء الله السعاده والهنا مع اولادكم يا رب العالمين. دكتور، يعني اهميه السمايه كعاده سودانيه موجوده، يمكن هي يكون اللي هو السبوع وغيره موجود في الدول العربيه، لكن السمايه شويه يمكن يكون شكلها اكثر. زمان كانت طبعا عندها حاجات الخاصه كده، او كانت بزياده ووقتها طويل. خلينا نتكلم عن السمايه زمان ونتكلم عن السمايه حسي واهميتها بالنسبه لنا كمجتمع. هو طبعا السمايه هي اول محفل
احتفالي بيعبر عن السعادة بقدوم الطفل اللي وصل. وحسب كل ثقافة تختلف، يعني في السودان الأمر كثير والثقافة متنوعة ومتعددة، ولكن بيشتركوا جميعا في ضرورة أن يكون في سماية. حتى سماية نفسها تختلف، يعني الولد عنده خروفين بالضبح في الذبيحة بيذبح له خروفين، البيت بيذبح لها خروف مسكينة. ويمارس فيها كثير جدا من النواحي الاحتفالية ودعوة لكل الناس، وفيها نوع من الإشهار الغرض منه توصيل هذا الاسم لأكبر قدر من الناس. صحيح. إنه إحنا اخترنا أن يكون هذا الطفل فلان. وحتى الدعوات اللي بتتم في الإطار ده، فعندنا دعوة سودانية مشهورة اللي هي إن شاء الله شايل اسمه. أيوة صحيح. إن شاء الله شايل اسمه، وشايل اسمه مش شايل معنى الاسم بس، إذا كان محمد أو أحمد أو لا، شايل اسمه إنه يظل حي يحمل هذا الاسم. أيوة. وهي بيطول العمر يعني. أيوة. وبصفاته أفتكر وبصفات كمان يعني. وبصفات الاسم. ويمكن ده ما تسخر به الثقافة في في فيما يتعلق بالاسم والفرح به بشكل عام حتى بالاختيار. الغريبة اتفاقية حقوق الطفل اللي وقع فيها السودان في عام 90، وقع في البروتوكول الإضافي عام 92، واللي هي جزء من ميثاق حقوق الإنسان، تؤكد لابد من اختيار اسم للطفل. والاسم ذاته له شروط، أن يكون الاسم مقبول ومحترم ومستمد من الثقافة. ولأن الطفل وهو بينمو لابد أن يعيش معتز باسمه. ده في المواثيق الدولية، لكن الحمد لله إحنا سبقناهم كثير. صحيح. حتى بالثقافة الإسلامية يعني بالثقافة. أيوة. بالثقافة المحلية أصلا الثقافة المحلية مستمد. أيوة. أمرها كثير من الثقافة الإسلامية. لكن حتى في السودان العميق الجنوبي ونسلم عليه، اختيار الاسم وميلاد الطفل عنده طقوس قد صح ما مستمدة، لكن مستمدة من عقائدنا اللوكل المحلية. وفيه طقوس كثيرة مرتبطة بأن ينشأ هذا الطفل ومتطابق مع اسمه، شايل الاسم وماش به. جميل. فعشان كده الاسم تنلقى عنده علاقة يا أستاذ إمام بالثقافة وبالبيئة بالجغرافيا. تلقى العرب في يسمون الغضنفر، ويسمون الأسماء المرتبطة بالجسارة وبالقوة، المرتبطة بالبيئة الجغرافية بالصحارى وبال صحيح. حتى باسمه بالصفات بيقول لك ده الفارس. الفارس. آه. نعم. وحتى آه. الفارس كاسم موجود. آه. كاسم. أيوة. في كثير من الأسماء طبعا. آه. الثقافات هي دكتور يعني مختلفة ومتنوعة. وحابين نركز فيها علشان حتى نوري المشاهدون من خارج السودان بأنه كيف إحنا عندنا ثقافات مختلفة وعندنا عادات. صح. في صح. تسمية الطفل. بس بعد إذنك نمشي الفاصل ده ونجرج عليكم مشاهدينا، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، ونتواصل معكم في سماية الطفل، وهو كعادة سودانية جميلة فيها كثير من الاجتماعيات اللي كانت موجودة وتظل إن شاء الله في المستقبل. دكتور بنحييك مرة ثانية. وقبل الفاصل كلمنا عن الثقافات بشكل عام، ثقافتنا السودانية إنها مختلفة. هل الأسماء لها دلالات؟ يمكن تذكرت بأنه العرب مثلا بالجسارة والفروسية والكذا، الأشكال الثانية الموجودة شنو لها علاقة بالأسماء ودلالاتها؟ كثير. شوفي دائما الإنسان وليد بيئته وطبيعته، وهو في صراعه مع الطبيعة ومحاولة التفوق عليها بيستخدم كل ما هو متاح له في عقيدته، في أفكاره، في وسائل إنتاجه المتنوعة. حتى الأسماء نفسها يضع فيها أمنياته وأحلامه في التغلب على الطبيعة. زي شنو مثلا؟ يعني اسم الأسد يمكن مكرر في بيئات محددة.
وموجود عندنا في البيئة السودانية كثير يعني، وأحيي كل الذين يحملون اسم الأسد يعني. حتى الصفة يقول لك أنت الأسد. صفة أيوة الأسد في الأغاني السودانية. أيوة لأن لما ليها من قوة. من جانب آخر نلقى أسماء تعبر عن جغرافيا محددة، يعني لما أقول أدروب شرق السودان بالنسبة لك طوالي شرق أيوة. السودان وتهيأت لاستقبال الشرق بكل جماله صحيح. بمجرد ما يكون في أدروب أو نقول أبو آمنة رحم الله الشاعر أبو آمنة حامد يعني، وهو كان من من الأفزاز فيما يتعلق بالأسماء، ويمكن من الطرائف في أبو آمنة حامد إنه حبه لجمال عبد الناصر القائد العربي المصري طبعا. خلاه سمى ابنه جمال عبد الناصر وبقية الاسم كامل حتى أبو آمنة حامد ده اسم واحد؟ لا اسم واحد يعني لو زول يسأل يقولوا اسمك منه؟ جمال عبد الناصر محمد وبعدنا الاسم حتى الاسم حتى الاسم أيوه. دكتور دي لها علاقة بحاجة يعني ذكرتها بأنه في الناس اللي بيكونوا شايلين أكثر من اسم بتجي ممكن تكون في خلاف او ممكن صح. الاسمين عاجبينه ده يسمي بيه الابن صح. فاسم بيتسجل والاسم الثاني بيكون بشكل متداول. مجتمعي متداول يعني. دي ممكن يكون لها تاثيرات على شخصيه الطفل يعني هي في الغالب ما تاثيرات سالبه الا اذا كان الاسم النيك نيم اللقب الماشي المتداول هو قبيح فاحيانا نلقى اسم ما محبب يطلق على في حين وجود اسم جميل على الطفل البطاقه آه. لكن مع ندره هذه نلقى انه دائما وجود اسمين ده هو دلاله لانه الناس اختلفت الناس اختلفت في الاسماء، اما الام دار تسميه محمد والابو دار يسميه طارق، والاختلاف هذا خلى طارق مشت ومحمد فضل في الشهاده وده كثير ما قاعد يكون هذا الازدواج عنده اشكال في الشخصية، لكن اللي عنده اشكال في الشخصية هي الأسماء الما محببة إنك تختار اسم وده برضو في الثقافة فيه يعني في ثقافة محلية بتقول أنا أسميه اسم شين صحيح عشان العين. يطول عمره عشان عمره يطول وعمره يطول والعين ما تصيبه أيوة. ونجد هذا الأمر كثير جدا في الصعيد المصري موجود وفي الصعيد السوداني في مناطق الدمازين ونيل الأزرق موجود فيسمى الشخص باسم ما جميل ما محبب هنا أسأليني عن الأثر النفسي والاسم ده نفسه ممكن يكون له علاقة بجد أو بحبوبة ممكن فهل ممكن الاسم أو ممكن الأب والأم يسموا باسم الجد وباسم الحبوبة وخلينا نقول إنه بتحبز إنك تسمي دائما باسم الجد والحبوبة تعال نشوف مع بعض الاستطلاع ده والإجابات كانت شنو ونرجع نكمل كلام طبعا نعم لكن طبعا زي ما قلت لك عسى ولعل يعني الحرمة أو الزوجة ممكن تكون عايزة تسمي على أبوها وأمها وأنا احتمال يكون عايزة تسمي على أبوي أو أمي ففي الحالة دي الناس بتقوم تتفق وتتفق على شيء على اسم معين اسم أبوها أو أمي نعم جدي أو أبوي والدي احتراما لأبوي احتراما لجدي يعني أحب أنه أسمي طفلي باسم أبوي حتى يعني الواحد يعيش الذكرى ولكن برضو إضافة إلى ذلك يعني بحبز الأسماء الإسلامية طبعا في مجموعه اكيد يعني الرحمه على الجدود اللي توفوا واللي خلوا اللي كده يكون سبب في انه خلت الناس انها تسمي وايضا بالاعتزاز والفخر بالاباء والاجداد طيب اذا قلنا يعني الاسم ده كان غير محبز زي ما انت قلت قبل شويه ده تاثير بكون نفسي بيتشاكل على الطفل يا دكتور بمجرد ما تبتدي تتكون في الطفل قدرات انفعاليه تفاعليه مع المجتمع واللي هي دي مرحلة بتاعت الأنداد إنه يكون عنده أصدقاء من عمره أنداد له هنا بيظهر الفارق على مستوى الاسم يكونوا هم بيحملوا أسماء هم سعيدين بها ومحببة في اللفظ وفي الغول وفي المنادة وهو يحمل اسم مركب قوي عنده دلالة
يمكن أن يربط بها بحاجة قبيحة. ويمكن كثير جدا يعني في السودانيين بيقوموا يعني عمار حمار ما عارف اسم وصفة متلازمة والنغمة بتاعته فدي مرات بتخلي الطفل يكره اسمه ودي عندها أثار كثيرة جدا على مستوى انفعالاته. قد يكون أكثر غضبا تجاه الآخرين وأكثر عداء للآخرين، وقد يبدأ هذا العداء في شكل سالب وسلبي يعمل أفخاخ وتركات للأطفال وده كله بكون خطر. قد يحس بالدون ويحس بشخصية غير ما 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 ما, ما زي بقية الأطفال. والإحساس بالدون هو أول عتبة في نوع من الاضطراب النفسي، يمشي يتدرج يصل حد الزهان، يصل حد الفصام زهان الفصام. وهو في الأصل إحساس بالدون أو ما يسمى بالبرانويد شيزوفرينيا. فيبقى الاسم ده أبدا ما سعي. هل هنا في اللحظة دي إحنا لابد من تغيير الاسم؟ في ناس بتغير متاح والتغيير ده هل يكون محبب بالنسبه للطفل؟ محبب اذا اخترت له اسم جيد ووريته انه يا اخي معلش الظرف اللي اخترنا فيه اسمك ده ما كان، وممكن نختار اسم ثاني ويتم الاسم يتغير بطريقه رسميه. يعني انا افتكر افضل من ان ينشا وهو كاره للسماه اللي هو ابوه وكاره لبقيه افراد العائله، أو هو ساعي باستمرار لإيجاد اسم آخر له. يعني أو لغة. معناها كلامك ده يا دكتور بإنه إحنا بنعمل عملية استشارة لطفلنا، يعني تقول إحنا في ما كده وما كده ده في تغيير الاسم. أيوة بنستشيره كمان. بنستشيره ليه؟ لأنه إحنا اكتشفنا إنه هو ما بحب الاسم وإنه هو متعرض للأذى من خلال اسمه. يتخيلي إنه طفل يتعرض للأذى باستمرار عشان اسمه، يناديه المدرس في المدرسة يندح على الاسم يضحك الأغران ويغضبه، وكل ما ناداه شخص وكل ما مشى في الأرض هو في حالة غضب مستمر. ليه نعمل في أطفالنا كده؟ ليه نعمل أثر عليه حتى في أكاديميات في كل شيء في كل شيء؟ فليه نعمل كده؟ إحنا منكون عادلين وننظر للأمر ما هو الاسم الهسة ده اللي أنا عايزه أنا ده الاسم اللي حيظل هو حامله مدى الحياة، ونتمنى له انه يكون دائما قدر الاسم. يعني افتكر دي اللحظه اللي المفروض يحصل فيها التنازل من قبل الاب، خاصه اذا هو اللي سمى الاسم ده. يعني الاصرار حتى لو كان هو اسم الاب بالنسبه له او الجد وبيعتذر به هو طبعا، لكن هنا في اللحظه دي ممكن يكون خلاص وصل لمرحله بانه لا بد من انه يتنازل عشان خاطر طفله. في ناس بيصروا انه اولادهم يكونوا يعني مستمرين بالاسم ده يا دكتور. يعني وهو اصرار غير منطقي وغير موضوعي. الحي هذا الشخص الحي اللي هو صاحب الاسم اللي حيحمل الاسم هو رافض له. صحيح. فليه احنا نصير عليه مساله زي دي؟ وهو لو نعلم يا استاذ ايمان احنا عندنا اشكالات كثيره جدا فيما يتعلق بانحرافات الاطفال والاطفال المنحرفين الجانحين. انا وجدت انه نسبه كبيره جدا من الاطفال الجانحين بالذات في جرائم ضد الانسان، جرائم العنف، في ارتباط بين اسمهم وبين ما يرتكبون من جرائم. تصل للمرحلة دي. وتصل لمرحلة أكتر، إنه الطفل اللي أصلاً كرهان ذاته وما عنده تقدير لذاته هو ما قدر يميز بين الذات وبين الاسم الذي يحمل الذات. فنتيجة اسمه كره ذاته. كرهه لذاته غادي يخليه عرضة لأن يكون ضحية للإساءة الجنسية، يكون عرضة للاضطرابات الجنسية اللي الكثيرة اللي بتلاقينا في عياداتنا، للحد اللي انت تستغرب فيه ولماذا هؤلاء الشباب يمارسون هذه الممارسة بهذا المدعى والقناعة. الأساس هو هذا الاختيار الخاطئ للاسم. يعني علشان كده احنا اختيارنا لابد انه يكون طيب وكريم بالنسبه للطفل. وحتى الاسم الجميل ده احنا نحفزه به ونخليه دائما انك انت مسمى على زول ما هين اذا سميناه على زول. نعم. ونسميه بالصفات الجميله والطيبه اكيد هنحرص على المساله دي، ويعني يمكن نحيد كثير من المشاكل اللي ممكن تكون في مجتمعنا بسبب تسمية الاطفال. نعم. اشكرك كثير دكتور ياسر، شكرا لحضورك، شكرا على المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا استاذ ايمان، شكرا لبيت الحنا.
شكرا لك. هنتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية. نتواصل معكم وفقرتنا القادمة نصيحة للأطفال. تعالوا نشوفوا في طب الطفولة والمختص في طب الأطفال دكتور محمد بابكر عنده نصيحة، نسمع مع بعض، تفضلوا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فقرة جديدة من فقرات برنامجنا عن طب الأطفال. حيكون كلامنا اليوم عن المنزل الآمن بالنسبة للطفل. والمنزل الآمن بالنسبة للطفل يعني حرية الحركة في داخل المنزل بالنسبة للطفل، يعني عدم التعرض الطفل لأي حوادث في داخل المنزل، ولا عدم وجود أشياء ضارة في متناول الأيدي بالنسبة للأطفال، ودي ممكن تسبب لنا حوادث كثيرة. من أهم الأشياء اللي احنا بنتكلم عنها، واحد من هذه الأشياء وجود مثلا السلم في داخل البيت، وده لازم يكون فيه حماية كافية بالنسبة للسلم، ولازم حتى الدرجات بتاعت السلم تكون فيها حماية بالنسبة للطفل عشان ما يحصل له أي حادث. من الأشياء الكثيرة اللي بنشوفها نحن حتى في المستشفيات إنه وجود بعض الخرز أو الأشياء الصغيرة خالص، وبتكون يعني موجودة في البيت، ودي بتلقى الطفل يشيلها، ممكن يدخلها في أنفه أو يدخلها مثلا في أضانه، ودي برضها ممكن تعمل لنا التهابات وتعمل لنا مشاكل كثيرة، أو حتى مرات ممكن يبلعها. من الحاجات المهمة جدا اللي هي كمان وجود حاجات زجاجية كويس في متناول الطفل، واللي هو يدوب كويس بتلمس طريقه في المشي أو في الحبو، وتلقى بعد ذاك الحاجة تقع تتكسر و تكون يتعرض الطفل لبعض المخاطر. احيانا كثيره برضو بيكون الدبابيس بالذات اللي هي طبعا بطريقه عفويه ما مقصوده، اللي هي ممكن تكون بنعملها مثلا في الطرحه او في التوب كويس، او بنستعمل الدبابيس لاشياء يعني متعدده، تلقاها برضو موجوده في الترابيز او المقص مثلا او سكين. كل الاشياء دي لما تكون موجوده قريبه من الطفل ممكن تعرضه لبعض الحوادث. مرات كثيرة جدا اللي هي نحن يعني ممكن نتكلم عن برضو بعض الكيماويات، وديها برضها بنستعملها بصورة يعني منتظمة، مثلا زي الشامبو في بعض الأحيان، أو مثلا بعض المنظفات كويس، والصابون كويس أو الديتول. كل الحاجات دي لما تكون متواجدة في متناول الأطفال ممكن الطفل يشربها كويس ويعرض نفسه لمخاطر كثيرة جدا. ومن أكثر الأشياء برضو لاحظناها إنه حتى كوباية العصير أو القزازة بتاعت العصير يجوا يخطوا فيها مثلا جاز، ولا يخطوا فيها سينر بتاع البوهية، ويجي الطفل قايلة برضه هي زجاجة بتاع العصير ويشربها، ويلقى نفسه تسمم بحاجة كويس كان ممكن نتفاداها. برضو كثير جدا من الأحيان نلقى برضو أخواتنا في البيت اللي هو في الحنة، بيكون جنبهم الحنة مرات ممكن يكون فيها صبغة، ودي برضه ممكن تأثر على صحة الطفل. أفتكر من الحاجات المهمة جدا إنه نحن نقي أطفالنا من هذه الأشياء اللي هي ممكن تكون ضارة جدا بالطفل، بإنه نضع كل حاجة في مكان السليم. وبالذات كمان لما نتكلم عن الأدوية، الأدوية لازم تكون عندها صيدلية خاصة في البيت، وتوضع فيها الأدوية في رفوف وبصورة يعني تكون آمنة بالنسبة للطفل عشان ما يقدر يتناول أشياء ممكن تضره. إحنا كلامنا عن المنزل الآمن ممكن يكون فيه أشياء كثيرة جدا ما تطرقنا لها، لكن دي هي الأشياء الأكثر حدوثا، ونتمنى إنه إحنا نقدر نتفاداها في المنزل، ونخط أشياءنا بصورة تقدر تقينا من حوادث كثيرة. وشكرا جزيلا، ونرجع تاني للاستوديو. شكرا لك دكتور على نصيحتك، ونتمنى إن شاء الله كل السعادة والهنا لأطفالنا، ينمو ببيئة انفعالية عاطفية جيدة تنفعهم في المستقبل إن شاء الله، وتبقى لهم بصحة وعافية، وتبقى لهم شخصية يتعرفوا بها ويتباهوا بها مكان ما يمشوا. هنا أتشروغ دوت تي في إيميلنا، نتواصل به معاكم إن شاء الله. نرى بكرة مواعيد جديدة، ورعاكم الله.
بيت الهنا.